السلام عليكم متابعي قناة مجهول معلوماتي. إننا نعرف متأكدين كرواد للعالم الرقمي أن باستطاعة القراصنة الوصول إلى أماكن لا يملكون تصريح الوصول إليها، مثل بريدك الإلكتروني وأيضا قواعد البيانات وبطائق المصارف البنكية وأيضا معلوماتك الشخصية، لكن ما لا تعرفه هو أن هؤلاء القراصنة تجاوزوا العالم الرقمي وصار بإمكانهم التحكم ببعض الأشياء التي تمس حياتنا اليومية بشكل مباشر، وهذه قائمة بثمانية أشياء يستطيع القراصنة اختراقها. تعطيل المكابح. مع تطور تكنولوجيا صناعة السيارات أصبح بإمكان قراصنة الحاسوب اختراق قاعدة أوامر السيارات الحديثة والتحكم فيها بشكل كامل، والخطير في ذلك أن بإمكانهم تعطيل المكابح بسهولة دون أن يقوموا بلمس السيارة حتى. التحكم في المفاعلات النووية. في سابقة من نوعها، حيث قام مجموعة من القراصنة باختراق أنظمة المفاعلات النووية في كوريا الجنوبية، الأمر الذي نتج عنه حالة من الاستنفار الأمني نظرا لما تشكله هذه المفاعلات من خطر على الساكنة وعلى الدول المجاورة. التجسس بواسطة كاميرا الويب. إن أسهل ما يمكن للهاكر القيام به هو اختراق الحاسوب الخاص بك والتجسس عليك عبر الويب كام. هذا الأمر يعتبر اختراقا فادحا للخصوصية وقد ينتج عنه أضرارا خطيرة للضحية. تعطيل شبكات الطاقة. تمكن قراصنة روس في نهاية العام المنصرم من اختراق الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة عبر الشركة المزودة للكهرباء في فيرمونت شرق البلاد. هذا ما يفسر إمكانية القراصنة في الوصول إلى مراكز الطاقة في البلاد، وهو أمر خطير مما لا شك فيه. اختراق منظم دقات القلب. جهاز قياس دقات القلب ومنظم دقات القلب من الأجهزة التكنولوجية التي يستطيع الهاكرز الوصول إليها عبر اختراقها إلكترونيا، ولا شك أن الأمر قد يبدو سخيفا إذا قام أحدهم بتعطيل هذا الجهاز كنوع من المسحة مع صديقه المريض. اختراق أنظمة المراقبة بالأشعة. واحدة من الأنظمة الطبية التي يمكن اختراقها أنظمة المراقبة بالأشعة أو التي تسمى بالسكانير، حيث تمكن مجموعة من الخبراء بقرصنة هذه الأنظمة، مما يعني أنها ضعيفة من حيث المسألة الأمنية. تفجير بطارية الحاسوب فوق قدميك. قد تستغرب من هذه المسألة بالتحديد، لكن بالنسبة للقراصنة فهي تعتبر من الخطوات المتقدمة والأكثر خطورة على الإطلاق، حيث بإمكانهم العبث بنظام الطاقة الذي ينظم تدفق الكهرباء إلى البطارية، ومع ارتفاع وتيرة الكهرباء في البطارية قد يتسبب ذلك في انفجارها على الفور والتسبب بحادث خطير للمستخدم ولمحيط الحاسوب. اختراق ماكينات الصرف الآلي. معظم الأشخاص يستخدم ماكينات الصرف الآلي لاستخراج الأموال عن طريق البطاقة المصرفية، لكن للهاكر أسلوب آخر في استخراج الأموال، فهذه الأجهزة بدورها معرضة للقرصنة، حيث بإمكان الهاكر إذا أتاحته الفرصة أن يخترق ماكينة الصرف الآلي وسرقة بيانات المستخدمين منها. وفي الأخير، إذا كنت تعرف أشياء أخرى يستطيع الهاكر اختراقها، لا تتردد لكتابتها في التعليقات أسفل هذا الفيديو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.